الزمالك الاجنبيه و50 كان عندي قيمه بتاعتها بتساوي 60. ونفس الخطوات اللي هنعملها برضه زي ما عملنا المفروض هنعمل المره دي. المره دي بس انا ملاحظ حاجه مهمه، ملاحظ ان الكونتور بتاعي في النايكوس في الدوت بيحتوي داخل النقطه ناقص واحد وصفر مرتين. يعني لما غيرت قيمه الفاليو دي هنا بدل ما هي كانت 60 الى 150 ده سبب ان البوينتس اللي بتحصل عندها تقاطعوا مع المحول مع محور اكس بتحتوي داخلها بوينت ناقص واحد وصفر. طيب واحنا بنقول ان نايكوس بلوت نايكوس كريتيريا بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الام بتساوي زد ماينس بي حيث ان ده عدد مرات الدوران في اتجاه عقارب الساعه حوالين البوينت ناقص واحد وصفر، والزد دي نمبر اوف سيروس، والبوينتس دي نمبر اوف بوينتس اللي هي موجوده على الكونتور اللي انا خدته في الاول خالص. وانا كنت واخد الاس كونتور بتاعي بالشكل ده لو انتم فاكرين كنا واخدين حاجه زي كده اللي هو النص اليمين كله. تمام؟ يبقى في الحاله دي البوينتس اللي كانت موجوده ناحيه اليمين انا عندي البوينتس بتاعتي ناقص واحد وناقص اثنين وناقص خمسه، يبقى البوينتس اللي موجوده في الكونتور اللي انا واخده في الاس 2 لا تحتوي هذه البوينتس. يبقى في هذه الحاله البي بتاعتي بتساوي صفر. يبقى دوران مرتين حوالين بوينت ناقص واحد بيصير ناقص واحد وزيرو خليت لي ان بتساوي 2 والنمبر اوف بوينتس بتساوي زيرو، يبقى في هذه الحاله السيستم بيساوي 2. يبقى السيستم بتاعي ستيبل، لان احنا قلنا عشان السيستم بتاعنا يكون ستيبل لازم الزد تكون بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. مش بس كده احنا هنوصل لحاجه ثانيه كمان، الزد بتساوي 2 في النايكوس بلوت معناها ان انا في عندي 2 بولز موجودين في الرايت هاف بلين للكلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي هي 1 زائد جي اتش. فاكرين في الرايت فيرنس لما كنا بنعرف كام بول موجود في الرايت هاف بلين بيزد على 1 زائد جي اتش؟ المره دي انا استخدمت جي اتش بس. احنا بنقول ان النايكوس بلوت هو عباره عن الجي اتش بلوت، يعني ممكن اكتب هنا ده كده هو بالظبط جي اتش. جي اتش بلين ده المستوى بتاع جي اتش. تمام؟ هو ده النايكوس بلوت. فانا قدرت اعرف من النايكوس بلوت انا عندي كام بول موجود للكلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الروتس بتاع الايكويشن في المقام ده اللي هي 1 زائد جي اتش. يبقى عدد السيروس هنا في النايكوس بلوت هي بتعبر لي عن عدد البولز في الرايت هاف بلين اذا كان السيستم بتاعي الكلوز لوب سيستم انستيبل. كويس قوي. طيب تعالوا ناخد مثال تاني كده. لو حصل ان انا خدت في الاس 2 بتاعي بوينت بتعبر عن بول معين، هقدر ارسم ازاي؟ فتعالوا نرسمها مع بعض، هنكتبها مع بعض وبعد كده نشوفها بالتفصيل. دو ترانسفير فانكشن انا اشتغلت الشغل بتاعي كله على الدور دو ترانسفير فانكشن اللي هي جي اتش، يعني الداله بتاع جي اتش. مش احنا كنا بنقول كده ان انا عندي في الفورورد باث ترانسفير فانكشن جي وبعدين بعمل ريفيرس باث ترانسفير فانكشن اتش. تمام؟ يبقى بقول ان الاوبن دو ترانسفير فانكشن هي حاصل ضرب الجي في الاتش. الجي في الاتش بتاعتي بهذا الشكل. البوينتس بتاعت الجي في الاتش هي اللي ناقص واحد وناقص اثنين وناقص خمسه، لكن مش دي البوينتس بتاعت الكلوز لوب ترانسفير فانكشن بتاع السيستم كله. البوينتس بتاعت الكلوز لوب ترانسفير فانكشن هي عباره عن ايه؟ جي على 1 زائد جي اتش اللي هي الروتس اللي هي جذور معدل المقام اللي هي 1 زائد جي اتش. انا قدرت اوصل لما الزد بتساوي 2 ان انا عندي 2 بوينتس موجودين في الرايت هاف بلين لايه؟ للسيستم كله الكلوز لوب سيستم. يعني هي جذور معدل، يعني كان عندي جذرين للمعدل 1 زائد جي اتش، الجذرين دول موجودين ناحيه اليمين. على الرغم ان الاوفر لوب ترانسفير فانكشن ناحيه اليمين ما فيش عندي اي نوع من البوينتس خالص. اوكي؟ فعشان بس نقوم نطلبهم ببعض. تعالوا ناخد مثال تاني بقى كده بالتفصيل. انا قلت ايه هو البي؟ البي هو عباره عن كل البوينتس اللي موجوده اللي متاخده في اعتبار ناحيه اليمين، هل في عندي اي بوينتس موجوده ناحيه اليمين؟ في الكونتور بتاعي، مش انا بقول ان انا باخد حاجه اسمها الاس 2، مش انا شرحت في المحاضره اللي فاتت معاك خدنا الاس 2، والاس 2 ده هو عباره عن بيحدد لي البوينتس، البوينتس بتاعتي كلها موجوده هنا. وانا الكونتور اللي باخده اللي برسمه علشان اطلع البوينت هو النص اليمين بتاعي، مش انا اتفقنا في المحاضره اللي فاتت ان انا النص اليمين؟ طب الثلاثه بولز دول موجودين على الناحيه، في اي حاجه فيهم موجوده على المحور الراسي؟ او في اي حاجه موجوده فيهم ناحيه اليمين؟ مفيش. يبقى النمبر اوف بولز بتاعتي قيمتها بكام؟ بسبب. وانا بقول ان بتساوي زد ماينس بي، وهو لف حوالين البولت نوت لف مرتين. تمام؟ وانا عندي البولت
ثانوي اثنين، يبقى سيب ثلاثة يساوي صفر. طالما سيب ثلاثة يساوي صفر يبقى السيستم بتاعي انا ستيب. مش بس كده، كمان اقدر استخدم حاجه ثانيه، ان النمبر اوف سيريز بتاع الكور بوت ترانسفير فانكشن هي النمبر اوف كورز اللي موجوده في الرايت هاف بلين بتاع الكلوز بوت ترانسفير فانكشن اللي هي 1 زائد جي اتش اللي هي خانه السيستم بتاعي. احنا دلوقتي بناخد مثال لو اعتبرنا على الاولى ان انا ما خدتش الكورس.
سيب الجزائر جي 1 دي على طول. بديل الفيز احنا خدنا في الكومبلكس نمبرز لما بيكون عندي بس المقام الفيز هو عباره عن مجموعه صغيره البسط ناقص مجموعه صغيره المقام او زاويه البسط ناقص زاويه المقام ناقص 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 وهكذا. فانا عندي الكي بتاعتي ده عباره عن ريال بارت فالزاويه بتاعتها تبقى كام؟ زيرو. طيب الجي اوميجا ده عباره عن الماشنري بارت بس فالزاويه بتاعتها مضطره 90 يبقى زيرو ناقص 90 ماينس بقى كل زاويه واحده من دي ماينس 10 ماينس 1 اوميجا على 2 ماينس الزاويه اللي التان بتاعها اوميجا على 6 يبقى كده انا جبت زاويه البسط ناقص مجموع زاويه المقام يبقى قدرت احسب الفيز عن قيم مختلفه من قيم اوميجا. لو عرفت اوميجا هي قيم مختلفه يبقى اقدر احصل على الزاويه او الفيز المعبر عن جي جي اتش اوميجا. طيب هنبتدي نحسب بعد كده الجيم. الجيم بحسبه ازاي؟ الجيم بحسبه زي ما عرفنا اي كومبلكس نمبر الجذر الترجيعي اللي هي الكره الترجيعيه زائد الماشي الكره. طيب فالمقام البسط بتاعي كي يبقى الجيم بتاعه كي. طب المقام بتاعي يبقى الجذر الترجيعي لوميجا ترجيع يعني اوميجا زائد الجذر الترجيعي 2 ترجيع زائد اوميجا ترجيع زائد الجذر الترجيعي 6 ترجيع زائد اوميجا ترجيع هيديني حاجه بالشكل ده. زي ما عملنا المثال المره اللي فاتت انا عندي جذور مضروبه في بعضها فممكن احطها كلها تحت جسم واحد الاوميجا دي لو نزلت تحت الجسم هتبقى اوميجا ترجيع احطها بالشكل. يبقى انا وصلت الصوره هنا عند قيم اوميجا مختلفه انا هقدر احسب الجيم بتاعي واقدر احسب الفيز عند نفس الكوريا. يبقى وصلت على الاقل دلوقتي لو عرضت الاوميجا هنا اقدر احصل على جيم وعلى فيز. طيب بقول برضه في حاجه تانيه سيستماتيك لازم اخد بالي منها لازم اعرف احسب قيم الاكس فاليوز والواي فاليوز بتاع هذا البلوك. يعني لو النقطه دي اقدر اعرف الاكس بتاعها والواي بتاعها كل نقطه هنا يفضل ان انا اكون عارف الاكس بتاعها والواي بتاعتها علشان اقدر استنتج التقاطع مع الاكس اكسس اللي بيحدد لي اذا كانت البوينت ناقص واي بي داخل المسار او خارج المسار. اوكي طيب تعالوا نشوف الاسهم الاكس اكسس والواي اكسس برضه طريقه سهله جدا. انا عندي جي اتش بس بالشكل ده بفكها في الاخر خالص بفكها بخليها كلهم في البسط المقام هيبقى عندي كي على اس ترجيع زائد ثمانيه اس ترجيع زائد 12 اس وبعدين بعوض عن كل اس بعد كده لجي اوميجا. احنا عارفين طبعا ان جي ترجيع يعني معناها ماينس 1 وجي ترجيع يعني معناها ماينس جي. في الحاله دي بحط البسط كريال بارت بلس الماشنري بارت هنا ما عنديش الريال بارت بس والمقام بحطه برضه كريال بارت زائد الماشنري بارت. طيب عشان اجيب الاكس والواي زي ما اتعلمنا زمان بقى في ثانوي ان انا لو عندي في المقام داله كومبلكس فاليو كومبلكس فاليو اكس زائد اي 1 فبضرب في ايه؟ في الكونجكت في المرافق بتاعي فهضرب في المرافق بتاع المقام يعني هضرب البسط والمقام في ماينس 8 اوميجا تربيع ماينس جي الكلام ده. لما بنضرب كده هنوصل للشكل النهائي بهذا الشكل. يبقى الشكل النهائي بتاعي الاكس اكسس تبقى بقيمة اوميجا هو عبارة عن ماينس 8 كي اوميجا تربيع على المقام ده كله تمام؟ والايماجنري بارت بتاعي هو عبارة عن ماينس كي في البسط ده على المقام كله فكأني قسمت الجزء بتاعي اكس وواي فكأني قسمت الجزء بتاعي مع اكس وواي. يبقى انا عندي قيمة الاكس وعندي قيمة الواي تعتمد على قيمة اوميجا. والله انت وشطارتك انت ممكن ترسم الرسمة بتاعتك بالكامل معرفة الاكس والواي صح؟ هتعوض بقيمة اوميجا ونشوف قيمة اكس بكام وقيمة واي بكام وادي محور اكس وادي محور واي تقدر تجيب البوينتس المختلفة بس مش هي اللي احنا بنعملها احنا دايما بنرسمها كفيز بنرسمها ايه؟ بولر كوردينيتس قيمة وانجل لان هو ده اللي بيساعدنا. فتعالوا نشوف لو احنا خدنا النص اللي فوق ده النص اللي فوق ده انا بعمل ايه لبي؟ طيب هي الاي دي عبارة عن قيمتها ايه؟ القيمه دي اللي هي البوينت دي اكشوال هي عباره عن ابسلون اللي هي فيري سمول فاليو لاوميجا وبعد كده الاوميجا بتزيد 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 لحد ما توصل عند البوينت دي دي الاوميجا عندها بكام؟ بما ان هي عشان انا بقول انا هاخد النص اليمين ده كله بحيث ان الريدس بتاعه يقترب من انفينيتي يبقى في هذه الحاله البوينت دي هي بتعبر عن قيمه الاوميجا موجبه قيمتها انفينيتي ما لا نهايه. تعالوا نحسب بعد كده نحسب كام نقطه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. فلاحظ عشان كده انا عامل هنا ايه؟ تقريبا زيرو لكن هي فوق العمود مش زيرو هي
هي المفروض كده بالظبط تسلم وفيري سمول بوزيتيف فاليو. بعتبر الابسلون دي بعد ما اقول فيري سمول بوزيتيف فاليو تنس تو زيرو تقترب من فلما بقول ان الرؤيه بتساوي زيرو هبص الاقي ان الجيم بتاعي لما احسب القصه بتاعتي دي هي مالها حتى على طول كده لما اقول ان هي هتبقى زيرو يبقى اي حاجه على زيرو تبقى كام؟ انفينيتي. خلاص يبقى انا عندي دلوقتي في الحاله دي هيبقى الجيم بتاعي انفينيتي والزاويه بتاعتي مقدارها ناقصه زيرو. تعالى نعمل تشيك كده على الزاويه دي اكيد هيكون الكلام ده بقى زيرو. كان زيرو كام؟ زيرو. يعني الزاويه اللي كانت بتاعتي زيرو 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 مش هيطلع عندي من زيرو ناقص 90 يبقى كان الزاويه بتاعتي بتساوي ناقص 90. لو زودت اقول لك بصوره مجرد 1 2 3 4 كده نحسب كام بس كده هبص الاقي ان الكم اللي بتقترب بالانفينيتي بمرور الوقت تمام؟ هبص الاقي ان الجيم بتاعي بيقترب بالقيمه الكبيره جدا انفينيتي الى ان يقترب من الزيرو. كويس قوي. والفيس بتاعي من زاويه ناقص 90 بس كده مش ناقص 90 بس مش ناقص 90 بالظبط. ليه مش ناقص 90 بالظبط؟ لان انا اعتبرت مجازا ان الاوميجا بتساوي زيرو هي اوميجا فيري سمول فاليو فهي ممكن تكون بين الناقص 90 وبين القيمه دي يعني مور نيجاتيف على الناقص 90 بشويه ناقص 91 ناقص 92 يعني البوينت دي براكتيكالي البوينت دي براكتيكالي اللي انا رسمها هنا على الكابتشر يا جماعه هي المفروض تبقى متزحزحه شويه كده مش بتتجه عند الصفر على حسب الابروتش على حسب الفرق اللي انا فرقته. كويس. يبقى بص الاقي بمرور الوقت ان الفيس بتاعي بينزل من ناقص 90 ناقص 125 وهكذا بيبقى مور نيجاتيف لحد ما يلف لفه كامله يبقى ناقص 360 يعني هنا مور نيجاتيف تحتها كده ناقص 360 يلف لفه كامله يرجع للبوينت نقطه الاصل بس في اتجاه النيجاتيف يعني زاويه الحراره النيجاتيف. اوكي. فلو رسمنا القصه اللي انا عملتها عامل تعامل اسمه اللي هو اي بي ده لوحده اللي هو اللون اللون ايه ده؟ اللون ده اللون الاحمر ده هيجي كويس؟ لو خدنا الاي بي ده هنبص اللي هو بالظبط بيتحرك ازاي؟ هو بيتحرك من الاي داش هنا وبيدف يلف من الزاويه ناقص 90 بيبتدي من الزاويه ناقص 90 والقيمه كبيره تختلف من انفينيتي اهي القيمه دي كانها انفينيتي مش انا قلت لكم الداتا دي كانها الريدنس بتاعها بيساوي انفينيتي. انا بتكلم دلوقتي على الجزء بس ده اللي هرسمه اللي هو الاي بي ما رسمتش الاي بي الاي بي عشان هرسمها بص على ايه؟ من ناقص 90 والزاويه تفضل تزيد من نيجاتيف مع الجيم بتاعه بيصغر يصغر 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 لحد ما يوصل عند البوينت بي داش يبقى قيمتها بكام؟ بصفر. يبقى كان الخط ده اللي هو من اي بي الكونفورمال مابنج بتاعه في الجي اتش بي او مايكرو سبور هو النقطه اي داش بي داش عشان كده عملت نفس اللون ده احمر فخليت ده كده احمر زي اي داش بي داش. كويس؟ طيب في نقطه مهمه ايه هي اللي عاوزين نعرفها؟ تعالوا نكمل بس الرسمة وبعدين نشوف. طب الحب النيجاتيف احنا اتفقنا المرة اللي فاتت. لا لما تقول لي الحب النيجاتيف يعني بتاخد الترم اللي عند اللون الأخضر ده يبقى في هذه الحالة بعمل كأني بعمل ميرور كأني بالظبط بعمل خط بيني وبين المحور الرئيس المحور الأخضر ده كأنها ميرور بالظبط فبكملها ازاي؟ ما بكملها كده وتبلع كده وتكمل كده لحد ما توصل هنا. لو حسبتها كده هتبص لي الكلام ده هقوله صح. صح مش هفتح سبعه دقايق كده هسيبها على الموجه ونعمل على طول زيها بالظبط على الجزء النيجاتيف بتاعها بيحصل شيء. يبقى كان دلوقتي دول اللي هو الاخضر ده اللي هو عباره عن الدي اي الدي اي تحول الى ايه بقى يا جماعه؟ الى النقطه اللي هي عباره عن دي داش هنا طلع ايه؟ كان لازم اسميها ايه؟ تعالى نسمي دي النقطه اللي فوق ايه يا جماعه؟ المفروض اي صلحوا في الرسم عندكم احنا مسمينها هنا اي فنسميها هنا بقى ايه؟ نسمي كل داش نسميها هنا اي داش. اوكي؟ يبقى كانت في الحاله دي اللون الاخضر ده بيمر كده يكمل كده لحد ما يوصل الى النقطه اي داش. يبقى انا رسمت دلوقتي ايه؟ رسمت كل هذا الجزء اللي هو بيمثل الجزء الاول والجزء الثاني. تمام؟ بس في نقطه مهمه، ايه النقطه المهمه عندي؟ النقطه المهمه جدا عندي دلوقتي هي عباره عن نقطة التقاطع مع الاكس اكس لان هي اللي بتحدد اذا كانت الناقص واحد جوه او بره. انا هنا عملها لكم بصورة عامة خالص. عشان اعطيكم الانترسكشن بوينت انا اتفقنا مع بعض عشان اجيب الانترسكشن بوينت بعمل ايه؟ بخلي الايماجنري بارت يساوي زيرو. فخدت الايماجنري بارت
بتساوي صفر، هتديني قيمتين، يعني قيمتين بتساوي صفر، ولو قيمتين بتساوي صفر يبقى الجيم بتاعي بيساوي انفينيتي. الجيم بتاعي بيساوي انفينيتي يعني معناها ان في بوينت هنا موجوده انفينيتي، تمام؟ كويس قوي. طيب لما الجيم بتاعي بيساوي انفينيتي، جيم سكتير بتساوي زيرو، الجيم بيساوي انفينيتي، يبقى في هذه الحاله اكيد الرسمه بتاعتي هتكمل لحد ما تتقاطع مع المحور اكس بعد فتره زمنيه او بعد قيمه مقدارها اوميجا. عشان كده انا لسه بديت الدايره دي، بس الدايره دي ما جاتش من كده، انا هقول لكم بقيت الدايره اللي هي باللون الاسهل دي جت منين؟ هقول لكم دلوقتي، لكن انا دلوقتي قدرت استنتج ان في تقاطع مع الاكس اكسس عند قيمه اكس بتساوي انفينيتي وعند قيمه ثانيه هتكبري بقى اللي هي قيمه بتساوي 1% كي. لا مش اكس، انا بعتبر ان هي مثلا ممكن اعتبرها اكس 1 في الرسم على حسب الرسم بتاعي او على حسب الفرق بتاعي هنا. الكلام مظبوط، اكس 1 اعتبرها اكس 1، اكس 1 بس اي اكس 1 اللي انا بحسبهم دول، يعني ممكن اعتبر هنا اكس، ممكن تعتبر هنا دي اكس، ممكن تعتبر هنا واي. الجين والفيس هو عباره عن ايه؟ الجين هو عباره عن ايه؟ قيمه الفيكتور، قيمه المبتدا، والفيس هو عباره عن ايه؟ الزاويه. فلو كانت اول بوينت عندي كده، اول بوينت عندي كام ايه؟ الجيم بيساوي فين؟ والفيس بيساوي كام؟ ناقص 90 صح؟ طيب الجيم بيساوي انفينيتي والفيس بيساوي ناقص 90، اكيد هي بوينت ايه داش؟ مش ده الفيس مقداره ناقص 90؟ وقلت ان اهو انا بقول ان النص ده اهو الدايره دي كان البوينت دي من هنا لهنا، الايه داش دي كانها تقريبا بتساوي انفينيتي. كقيمة قديمة تساوي ايه؟ ماينس 90. وكقيمة فيكتور قيمة المنتجع نفسه قيمته كام؟ بماينس انفينيتي. أو انفينيتي. كي انفينيتي مش ماينس انفينيتي وده بس هي فعلا ماينس انفينيتي عشان تعمل. لو زودت شوية بقى خليت الدنيا بتاعتي بقى يبقى كي اللي هي بقى 7 مليار كي 7 مليار كي والفيس بتاعي ناقص 125.5. طب الفيس ناقص 125.5 يعني ايه؟ يعني معناها ان الزاويه بتاعتي ناقص 125.5، يعني اتحركت مش دي كده ناقص 90؟ يبقى ناقص 125 مثلا هنا، يبقى دي كده ناقص 125، تمام؟ اللي هي قيمه زاويه. وقيمه الجيم بتاعتي من هنا لحد هنا بتساوي كام؟ 700 كيلو. فبص هي 700 كيلو صفر يعني انفينيتي. فبص هي بعد كده الزاويه بتزيد، يعني احنا قاعدين على الاحمر ده الزاويه بتزيد بتزيد مور نيجاتيف، لكن نفس الطول ده بيحصل له ايه؟ بيسمع لحد ما يوصل الصفر. هو ده الفيس والجيم بتاعي. طيب يبقى وصلنا لما انا اجيب مقداره 1% كيلو كقيمه، ال 1% كيلو دي يا جماعه هي عباره عن التقاطع بتاع البوينت دي، يعني البوينت دي عند الاكس اكسس هي بتصير طبعا القيمه اللي لقيتها نيجاتيف هتبقى لقيتها ناقص 1% كيلو. يبقى على حسب قيمه الكيلو لو الكي كبرت هتاخد في اعتبارها ناقص واحد، يبقى كان الكي بتاعتي اللي انا حاططها هنا هي اللي بتتحكم لي اذا كان السيستم بتاعي ستيبل او ان ستيبل، لان لو كبرت كي بالكي هبص الاقي ال 1% كي دي كبرت. فبص الاقي التقاطع هيحكم هي كبر بوينت ناقص واحد وهكذا. تمام؟ احنا اعتبرنا ان الكي دلوقتي صغيره، انا ما اعرفش بقى ممكن اسالك اقول لك ايه قيمه الكي اللي تخليني السيستم بتاعي ان ستيبل او ستيبل وهكذا. ونعد عدد الافات والقصه دي كلها. طيب كل القصه دي انا ضحكت عليها في حاجه، ايه هي الفكره دي؟ ان انا اعتبرت هنا البوينت الصغيره اللي هي ايه؟ اف ايه؟ انا اعتبرتها كلها كما لو كنت واخد الدور في اعتباري، لكن في واقع الارض انا مش واخد الدور في اعتباري. لكن نسبيا الرسمه دي صح. ما هياش بقى ما هياش اكيبس 100%، عشان اعمل اكيبس 100% لو المفروض الايه داش تبقى متزعزعه شويه تبقى تبتدي من هنا. على اعتبار ان انا واخد قيمه مقدارها ايبسلون، قيمه مقدارها ايبسلون يعني الاوميجا اكبر من الزيرو شويه، يبقى الفيس هيبقى اكبر من ناقص 90 شويه، هيبقى قيمه الجيم مش انفينيتي اقل من انفينيتي شويه، فكان فعليا انا ببتدي منين؟ فعليا المفروض ان الايه داش تبقى متزعزعه شويه تبتدي من عند اللون الاحمر متاخره شويه. طيب القصه بقى علشان اقدر ارسم الحته بتاعت اي اف ايه؟ هو الاي اف ايه
دلوقتي هي بالظبط هتبقى اي داش اف داش اي داش اللي هي تأكيد الرسم. يعني الرسم لازم يكون الكنترول لازم يكون مقفول. لازم يكون مقفول. ان انا رسمت دلوقتي انا رسمت ده كده ولفيت هنا وصلت لحد هنا. انا لسه ما كملتش اللفه. اللفه دي تأكيد اللفه دي بتيجي منين بقى؟ هنكتب برضه الحل ونشرحه واحده واحده ونركز فيه كويس قوي. فهنكتب اللي هي تأكيد الجزء اللي انا عامله هنا باللون باللون الاسود. يبقى الصح بقى احنا نعمل ايه؟ الصح ان احنا نخلي كده يا جماعه نخلي اللون ده المفروض اللون اللي هي الاسود. عشان اللون ده لما يقابل الدايره الصغيره. طيب خلي اللون الاسود برضه. هي الدايره الصغيره دي خليها الاسود. هي هتقابل الدايره الصغيره دي. يعني الدايره الصغيره دي اللي هي اف ايه بيقابلها نص دايره في النص اليمين اي داش اف داش اي داش اف داش اي داش او اي داش اف داش اي داش. تمام؟ يعني اي اف اي هنقابلها هنا اي داش اف داش اي داش. انا لسه ما اثبتهاش. هنثبت الكلام ده فعلا ان الجزء ده هو عباره عن الكونفورمال مانج بتاع الحته الصغيره دي. اوكي؟ خلوا دي خلوا دي عباره كانها مقاطع كده. يعني بيهمني دلوقتي الحته اللي جوه. طيب تعالوا نشوف انا عملتها ازاي. هنكتب الحل ونتكلم فيه شويه. ترانسفير فانكشن تقريبية تختص بالجزء ده بس.
implementa chi ha il nostro adesso, questo, perché io questo l'ho fatto, se mi faccio. Allora ci dobbiamo dire, questo di Facebook è sveglio tra te. Mi ci chiesi di anche una sera di Facebook, anche, di anche una sera a dire, esco, fio significa, e esco anche una sera, dove si può vedere, se per ordine, crimine e degli attacchi ai primi di vento militare, alla magnitudine del complex number, fissiamo, e la destra non lascia la parte della destra, destra, figlio, ossigeno, figlio. Hai su figlio di tutto quello che sei, alla casa del terreno di Canada, figlio di tutto quello che sei, ma mi sono rimasto sei, tu per così, ti sei dato la tua sorte, guarda la tua sorte, e te, e bella di credere, e rivestita a destra, e bella di rivestita a destra, amen? Non sei la tua dovrebbe che non sei sei, non sei la tua dovrebbe che non sei sei da. E va a fare la tua parola, e nel vento che ha il giro dei cittadini, quello la mattina, nella terza di Dio si giustifica, ha la tua magari testa, per tanti chi ha la pace, un essere città, ha fatto la terza di Dio, io si giustifica. Dio sa che tu sei chi ha la pace a destra, figlio si giustifica, quello la mattina fa la mia vera mente. Ecco perché la pace a destra, o parla di Dio si giustifica, fronte a Dio si minus, giustifica. Amen? Questo. E il mondo è sveglio, è un ghiaccio di agire e cresce. Vi sei un ghiaccio di fare, vi sei chi ha la voce adesso? La mancanza di questo è la vita di un ghiaccio di sviluppo e il ghiaccio di dare a termine in infinito. Questo. Io vado a dire che il ghiaccio di dare a termine in infinito. Tanto ci va a parlare di finta e lasciato anche se è una buona finta che vuole dire che basta sei. Questa è la nostra terapia, nostra sei, soffre sei. Dai, fare una vita che sei nostra sei. Di volta la 11 10. Anche se non è la terapia che sei andata, pensavo di fare in modo che il complex number, e non che ne ho chi ha, ma c'è adesso, qui ho suggerito la parola di cos'è la vita, se è la cosa di vita. C'è anche io ho suggerito, se cos'è la vita, se è la cosa di vita. Fai io su mai la suggerito, devo parlare, cos'è il minus vita, zero G, a usare il cordino, il zero zero one, sempre mai una figlia, fa la stessa idea. Poi, da un forchetto da un master sei, sempre un master sei perché non vai a essere sei, è anche una buona, sa? E anche che è anche una buona, non cos'è il master sei perché non so, che va a fare la figlia, ma che è una G, sempre che sei, e anche una G, ma non si può fare anche ciò che ha la nostra persona. Un terzo di per fare il mio pensiero, ma che ne agi, infine. Vuol fare una cosa che ha la nostra che è un disegno della nostra persona, un disegno della nostra persona, se non è anche in quanto era, un disegno della nostra persona, se non è anche in punti, un disegno della nostra persona, se non è anche in punti. لما بعد الفورمة المالية اللي بيشيش هتحول إلى قيمة مقدارها إيه؟ إنفينيتي تمام؟ قيمة مقدارها بلس إنفينيتي أوكي؟ يعني عن زاوية بلس تسعين هنا الفورمة المالية بتاعها هيوصلني إلى قيمة مقدارها جي وتنسو إنفينيتي هيوصلني إلى بوينت إي داش هقول لك أول مرة وصلت للقيمة دي جي بتساوي كي على 12 إكس ويرسل تحتار من الزيرو يعني كانت شيء انفينيتي يبقى عند البوينت اللي هي ثيتا عندها بتساوي ناقص 90 اللي هي بوينت اي هنا بتقابل في الفورمه المالي هنا جي حاجه جي انفينيتي ما تقابل بوينت اي داش حيث المسافه من هنا لهنا تقريبا بتوصل انفينيتي يبقى كان البوينت اي دي اللي كانت تحت هنا اتحولت في البوينت الى بوينت اي داش شكل طيب عظيم جدا طب لما الثيتا بتساوي زيرو يعني تتحرك انا ماشي على الكونتور ده كده بتحرك هنا كانت ناقص 90 بقت زيرو لما الثيتا بتساوي زيرو هيبقى عندي شيء اتش عند زاويه زيرو عباره عن كي على 12 اكس في
cosine 0 minus g sine 0. Tá, cosine 0 é di alta 0. E na verdade, aqui a faixa de epsilon cosine 0. É que nem aqui a faixa de epsilon. O epsilon tends to 0. E o que é que a gente de 0 a 0 está ferro bem? Infinity. Vai ser. Está ferro bem infinity? وأعطيه حسب الحسابات بتاعته وأشوف أفعال دي أسعد حاجة هتلاقي في كتب كتيرة طول المكان